الليلة الدرس بتاعنا كان عن الطبيعة المخاطرة الألغام، ورينا لهم الألغام دي هي شنو، أجسام خطرة وهي ممكن يلقوها. خطورة المتفجرات ممكن كان انت أخصتها بتتربك، ممكن أو تفقد كريانك أو يدينك يسبب لك خلل أو تموت. في أنواع كثيرة ممكن تتواجد في المناطق كثيرة، بنلقاه في أي مكان، بنلقاه في الأماكن المحجورة بنلقاه في الأماكن المحجورة مثلا زي القيادة والشوارع والغابات والحشيش والمدارس والمنازل. وإن الحاجات دي خطيرة جدا، وإنه هي أصلا مدى خطورتها شنو، بتكون عايشة في 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 المجتمعات بعد انتهاء الحرب لفترات طويلة جدا، وخاصة يعني عند الشريحة بتاعت الأولاد والبنات، لأن هم بيمشوا يلقطوا الخرط وبيحبوا يخشوا في عند سبولين زيادة يعني. والقاعدة الذهبية هي لا تلمس لا تقترب بلغ الكبار.